زكاة الفطر تكون مالا أم حبوب ولا طعام؟ طبعا سؤال، وللأسف الشديد للأسف الشديد كتير من الناس بيبدأ يتشدد في المسألة دي. أولا حديث أبي سعيد: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من كذا، وفي رواية صاعا من طعام. طيب أطلع طعام ولا أطلع مال؟ طبعا ده خلاف بين أهل العلم. رأي الجمهور بيقول طعام، اللي هي بعض الناس بيسميها حبوب، لكن خلي بالك اللفظة بتقول طعام. لكن عندي مذاهب تانية بتقول يا جماعة الأفضل للفقير إيه، خاصة إن الأفضل للفقير في هذا الوقت هو ياخد المال ويتصرف فيه كيفما شاء. فقالوا المال. كلام مين ده؟ أولا كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فبعض الناس يقول لك ماليش علاقة بأبو حنيفة، هنقول له مفيش مشكلة، لكن هذا مذهب الحسن البصري، مش عاجبك. طيب هذا مذهب سيدنا عمر بن عبد العزيز، طب لا ده ولا ده، هذا مذهب عطاء، هذا رواية عن الإمام ابن تيمية، هذا مذهب الليث بن سعد رضي الله عنه، هذا مذهب سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه وأرضاه، هذا مذهب الإمام البخاري. والإمام البخاري استدل بسبع أحاديث في الصحيح على أن الزكاة نطلعها مال، سواء زكاة الفطر ولا زكاة الزروع ولا زكاة الثمار ينفع طلع مال. والإمام ابن رشيد الحنفي بيقول: ووافق البخاري، وكلام مهم جدا في المسألة دي، ووافق البخاري الحنفية في هذه المسألة مع كثرة مخالفته لهم. الإمام البخاري دايما بيخالف الأحناف في كتير من القضايا، لكن في المسألة دي بالذات وافقهم. قال: ووافق البخاري الحنفية في هذه المسألة مع كثرة مخالفته لهم، لكن ما قاده لذلك إلا الدليل. فالإمام البخاري قال نخرج مال، إيه الدليل؟ عنده أدلة، سبع أحاديث في الصحيح. والله أعلم.